السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومشاهدي برنامج مع الناس، في حلقة جديدة النهاردة من حلقات البرنامج. يمكن احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن دم الشهيد، وكان في استجابة فورية من السيد رئيس الجمهورية وقال أبناء الشهداء في عينينا. النهاردة قلنا هنتكلم عن الموظفين، موظفين الدولة اللي هيحلل لهم تحليل مخدرات يعني مليون كده هيروحوا. بس قبل ما نتكلم عن الموظفين، احنا عملنا فكرة برنامج جديدة غير برنامج مع الناس، يعني برنامج مع الناس مستمر، هنقدم برنامج تاني اسمه نجم المستقبل. نجم المستقبل ده كل شاب في مصر في انحاء الجمهورية او حتى في الوطن العربي شايف في نفسه قدرة على انه يبقى مذيع، يعني مقدم برنامج او معد برنامج او عنده فكرة برنامج. احنا هنعلن دلوقتي عن ارقام تليفونات على الشاشة، الارقام دي يتواصلوا معاها في استمارة البرنامج عاملها، اللي شايف انه يقدر يخش المسابقة دي، وان شاء الله في جوائز كتير في المسابقة هتوصل، ان احنا ممكن ندي المذيع ده فرصة يشتغل شهر مذيع، والمعد معاه يطلع يوصل الناس صوته. فكل واحد شايف في نفسه القدرة، شاب او حتى كبير شايف في نفسه القدرة على انه يقدر يذيع برنامج او يقدم برنامج او يعد برنامج او عنده فكرة برنامج، يتواصل مع الارقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي او ظهرت على الشاشة كمان اهي، يتواصل مع الارقام دي، وفي استمارة هتتملي بيجهزوها حاليا عشان نبدأ نشتغل في البرنامج الجديد. هنحاول نساعد الشباب لبكرة، نساعده انه يبقى يقدر يعمل حاجة، يحقق امل من اماله او طموح من طموحاته. احنا شايفين طلبة اعلام كتير، شايفين بعض الناس اللي عماله تكلمنا على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة البرنامج انه عنده قدرة ان يقدم برنامج او يعد برنامج. يتفضل، الارقام قدام حضراتكم ومش هنشيلها، خليها يا احمد، الارقام قدام حضراتكم، يكلم يتواصل مع الارقام دي، وان شاء الله يكون له مستقبل باهر، ونقدر نخرج من مكان، نخرج حد من الشباب يقدر يقعد مكاننا ويتكلم باسم الناس. هنا برنامج مع الناس، وتواصل زي ما هو الحد والاربع ميعادنا ان شاء الله. تعالوا بقى نروح للموظفين. الموظفين اللي كل الدنيا حاطه عليهم، سواء موظف حكومه او موظف قطاع خاص. سمعت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره هيعمل تحليل عشوائي للمخدرات على موظفي الدوله. فقلنا للناس هنتكلم عنكم النهارده يا موظفين، موظفين الحكومه والقطاع الخاص. كانت اراء الناس خلتنا فعلا قلنا احنا مش هنعد الحلقه، احنا هنسيب الناس هي اللي تعد الحلقه وتتكلم. تعالوا نشوف الناس قالت لنا ايه الاول لما جينا نتكلم على الموظفين الحكومه حتى اصحاب المعاشات، ونتكلم على القطاع الخاص. اول تعليق، الله ينور وتقل شويه الظلم اللي واقع على اصحاب المعاشات. ده حمدي فؤاد. في واحد تاني بيقول لنا بصراحه القطاع الخاص ضايع 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 خالص، وتعبنا من الكلام، ومفيش فعل مشكله سفر الشباب للخارج، شغل القطاع الخاص اللي يا دوب المرتب بيخلص قبل ما يجي، شباب بيتعدى سن 28 سنه ومش عارف يتجوز، حقوق ضايعه. الموظفين اللي بينقلوا او بينقلوا من مكان عملهم، بيتنقلوا من مكان عملهم عشان قصروا او سرقوا، لا عشان الكبير يرتاح. يعني واحد اتنقل من مكانه عشان واحد كبير مش عاوزه في مكانه، جريمة تفاوت الاجور هي الفساد بعينه. يا ريت يا فندم، موظفين الحكومة مظلومين قوي، بالتوفيق ان شاء الله. اتكلم عن المساواة في الاجور، فهناك راتب كبير اكثر مما يستحق الموظف، وهناك اجور قليله لا يستطيع العامل التعايش بها، وليس هناك وسطيه في الاجور، مقر الخدمه المهنيه ولوائح. كل الناس عماله تتكلم عن ضياع حقوق القطاع الخاص والعام والموظفين، حتى الموظفين في وزاره الكهرباء لم ناخذ العلاوه الخاصه التي اقرها الرئيس ووافق عليها مجلس الشعب لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أليس هذا حقنا علما بأن قطاع البترول والمية تم الصرف؟ أصحاب الأكشاك، طبعا أصحاب الأكشاك دي في مشتول السوق، وأنا حاليا بتواصل مع رئيس المدينة عشان نشوف حل للناس فعلا اللي عندهم أو يقدروا يعملوا حاجة للناس دي، الناس اللي تستحق تاخد.
يا ريت تركن القطاع الخاص ده، لو ده لوحده عشان الكلام فيه محتاج سلسله حلقات. في واحد برضه بعت لي تاني، ده شيخ فاضل اسمه الشيخ شعبان المهر، بيقول لي مدرسه الجلال العبودي في موظفين فيها شغالين بعقد من 6 سنين، الموظف ده او المدرس ده بياخد 92 جنيه. ركزوا معايا يعني، يا ريت وزير التربيه والتعليم يركز معايا في ده قوي. 92 جنيه وشغال مدرس، والشيخ بيساله بتعيش ازاي؟ قال له بمد ايدي للناس، او ان هو الناس بتحن عليه. المدرس بقى دلوقتي الناس بتحن عليه. ايه تاني؟ كله طبعا بيتكلم عن فساد المحليات، والناس كل الناس عماله تتكلم عن حاجه واحده. هناخد كلام الناس ده برضو في الاخر، والناس لسه متواصله معانا، هنشوف ونحلل اللي بيحصل في مصر دلوقتي. طيب خلينا في موظفين الحكومه الاول. بصراحه كده في تفاوت في الاجور بين هيئه واخرى. في موظفين في ادارات الحكم المحلي اللي الدنيا كلها حاطه عليهم بياخد 1200 جنيه و2000 جنيه، ده مرتب. هو عنده ولدين او ولد وبنت او ثلاثه، في الارياف بيغلف 4 و5 عادي يعني. وفي الصعيد نفس الكلام، ونقول له ما تخلفش. طب هو خلف دلوقتي اعمل تنظيم نسل. انا مش هنظم، هو ما نظمش اصلا خلاص. الولاد تاكل ازاي؟ يمكن انا شفت في مواقع التواصل الاجتماعي صور محطوطه للموظفين او اشكال رمزيه على ان الموظف ما بقاش لاقي ياكل، الموظف بقى يشحت. ده حال الموظفين دلوقتي. ضعف المرتبات وغلاء الاسعار دي مصيبه سودة. الدنيا كلها عماله تغلى الا مرتب الموظف. طب يا سيدي الحل ايه؟ الناس تعيش ازاي؟ تاكل ازاي؟ هيصبروا لحد كام؟ عشان كده دايما لما بتكلم على الحكومه بقول يا خلي بالك يا حكومه، احنا بنتكلم بصراحه اهو. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا واديناكوا حقكوا تالت ومتلت، لان احنا في معاجشنا وشرطتنا قلبا وقالبا، ما فيهاش كلام دي. انما اداء بعض الوزارات الخدميه في مصر محتاجه تفسير. بس قبل ما اطلب من الموظف حاجه، الاول اطلب منه اي شيء يعمله لازم اكفل له حياه كريمه، ده العدل بيقول كده. مش كده ولا ايه؟ ضعف المرتبات مشكله. تمام؟ غلاء الاسعار مشكله. هل المرتب اللي بياخده الموظف ده يقدر يعيشه وهو واولاده ويتعالج وياكل ويشرب ويدفع كهرباء وميه وصرفه؟ كل حاجه بقت بفلوس عندنا. ما عادش عندنا حاجه ببلاش. يقدر يعيش بيهم ولا لا؟ هل مرتبات الحقوق المرتبات موظفين الحكومه محتاجه نظره من الحكومه لموظفينها ولا مش محتاجه؟ لا اكيد محتاجه نظره. محتاجه نظره بكل الطرق. محتاجه ان الناس دي فعلا يتبص لهم، لازم مرتباتهم تزيد، لازم ولازم 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 لهم حقوق، لازم لهم حقوق. حتى علاجهم في التامين الصحي مش علاج، مش هنضحك على بعض، دي الحقيقه. يعني الراجل بيتخصم منه فلوس عشان علاجه ويروح مستشفى بياخد برشامتين ويروح. هل ده عدل؟ يمكن انا هختم حلقتي بكلمتين سيدنا الشيخ الشعراوي قالهم. انما احنا لسه بنتكلم اهو. هل هناك عدل في الاجور في موظفين من موظفي الحكومه ولا لا؟ لا مفيش عدل. مع ان الحل بسيط. الحل بسيط جدا. احنا شايفين تفاوت المرتبات بين وزاره ووزاره ووزاره، يعني وزاره الشباب والرياضه مثلا مرتباتها قليله، وزاره الحكم المحلي مرتباتها قليله، البترول مرتباتها عاليه. الكهرباء مرتباتها عاليه، رغم ان هم كمان بيشتكوا ان هم ما خدوش العلاوه بتاعتهم. اللي يمنع ان مرتبات الدوله كلها تبقى واحد؟ يعني الدرجه الثالثه واحد، الرابعه، الخامسه، الثانيه، الاولى، كل المدير العام هنا 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 في كل الجهاز الاداري واحد. والمرتب يكفل له حياه كريمه. مش المرتب يعني ان هو انا بقول له هو رجع رجعه للصغير، لا خليك الصغير يجي للكبير او قربهم لبعض عشان الناس كلها تقدر تعيش. مش كده ولا ايه؟ مش كل موظفين الدوله وخصوصا الوزارات الخدميه طالبين الكلام ده؟ ان بتاع الشباب والرياضه يتساوى بالكهرباء، يتساوى بالبترول، يتساوى باي مكان. ده اللي الناس طالباه. تعالوا بقى
نروح للمصيبة السوداء اللي احنا دايما اي مدير في مصر بيعملها او اي مسؤول كبير في مصر بيعملها. اول ما مدير يقول له انت مسكت الادارة الفلانية يقول لك اللي تحتية بتوعي، لازم يجيب اهل الثقة مش اهل الكفاءة. اهل الثقة دول ودوا مصر في داهية، خلوا الجهاز الاداري للدولة في مصيبة سوداء. الناس يبقى واحد كفء مركون على جنب وواحد متهم في مصيبة سوداء، او واحد عليه 100 علامة استفهام عشان المدير الفلاني جه يجيبه معاه، اصله اهل ثقة بالنسبة له، او بمعنى اصح زي ما بيقولوا في بين الموظفين بعضهم البصاص بتاعه اللي بنقول له كله دبة نملة جوه ادارته، مش كده ولا ايه؟ امتى هنختار الكفاءات التي تصلح لإدارة وحدات الحكم المحلي أو أي إدارة من إدارات مصر؟ إمتى؟ معنا النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس. سيادة النائب، إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. الله يخليك يا فندم. أولا إيه رأيك في تحليل المخدرات لموظفين الدولة؟ طيب انا يمكن اتكلمت قبل كده، هو تصريحاتي طلعت حوالين تحليل المخدرات وقلت ان الموضوع ده يعني انا موافق عليه بس ليه ضوابط وشروط. ايه هي الضوابط يا فندم؟ ضوابط وشروط اني ما تبقاش علنيه في وسط الموظفين، لان ده تعمل كارثه مجتمعيه. أيوة. في وسط الموظفين، بمعنى اني المفترض ان اللي هو متعاطي المخدرات هذا المفروض يتعامل على اساس ان هو لازم يندبك في المجتمع مره ثانيه. مريض. انت اشعت في وسط الموظفين ان هذا بيتعاطى مخدرات لن يقبله المجتمع. احنا بنعمل له كارثه في بيته، كارثه في عمله، كارثه في وسط ولاده. تمام؟ لذلك انا قلت ان المفروض يبقى ده سري ويتعامل بطريقه سريه. الموظف ثم اذا امهل للعلاج يمهل العلاج لمده لا يعني 6 شهور ثم يعاد للتحليل تاني ان هو خلاص بره الموضوع، وده يكون في منتهى السريه بعيد عن زملائه، لان لو زميل وعرف ان هو بيتعاطى مخدرات هيتعامل معاه تعامل سيء ويطلع تصبح اشاعه فتعمل كارثه مجتمعيه في قلب المجتمع. لكن الموضوع المفروض حل المخدرات بس ليها ضوابط وشروط. سياده النائب بصراحه كده الجهاز المركزي للتنظيم والاداره خد بكلام حضرتك ولا هينزل يحلل عشوائي زي ما قال؟ انا اتكلمت مع المستشار محمد جميل وانا داعي للجنه قريب، هو راجل محترم وبيتجاوب لكلامنا، داعي في لجنه القوى العامله قريب على اساس ما ينفعش الموضوع عشوائي في وسط الزملاء. أيوة. لان انا راجل موظف مثلا في الجهاز المركزي للمحاسبات او غيري، فانت لما تيجي تحلل ممكن تطلع على بعض اشاعات في قلب الوظيفه. لا خالد بيه دقيقه واحده سياده النائب، خليك معايا. حضرتك موظف في الجهاز المركزي للمحاسبات؟ ايوه بالظبط يا فندم. طب هل موظفين الجهاز المركزي للمحاسبات لهم حق الترشح للمجالس النيابيه ولا بتقدم استقالتك ولا بتاخد اجازه؟ لا يا فندم، انا موظف، انا اداري وليس فني. اداري. اداري وليس فني. اه ماشي. تمام؟ فانا بعمل تفوق. يعني ليه تفوق؟ ماشي. انا مش فني، انا فقط هم اللي بيقدموا استقالتهم. اه طبعا. تمام؟ طيب. معايا بقى يا فندم كده، هل بصراحة كده احنا نسمع عن حضرتك انك صريح او الناس كلها خلت على صراحتك وانك بتدافع عن موظفين الدولة اللي انت منهم؟ طبعا. هل هناك نية للحكومة لتسريح بعض موظفين الدولة، وخصوصا ان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صرح على انه على حلول عام 2020 موظفين الدولة هينزلهم من 5,700,000 الى 5,000,000؟ لا ده مش حقيقة. تمام؟ وده حق ربي وباطل. والتصريح ده ممكن يعني كلامه ان هو في ان هو يطلع عدد الاعداد بالنسبه ان هو ما عينش مثلا ان هو يطلع معاش، مع ان يعني السنه هتطلع معاه 700,000 يا فندم؟ ايه؟ السنه هتطلع معاه 700,000 موظف؟ خلي بالك ان معظم الاجيال الجديده يعني يمكن معظم الاجيال القديمه شيء يعني في العمل ما كانش في تعيينات في اخر 10 سنين كتير، او اخر مثلا نتكلم 7-8 سنين كتير. فانت عارف ان ده برضه كدس الوظيفه وعمل فوق ما بينه في السلم الوظيفي، لذلك انا برضه مستغرب لها انك انت برضه لازم تعمل في السلم الوظيفي ما تعملش فيه فروق كبيره ما بين السن على اساس انك انت بتطلع كوادر اخرى تبقى معده، لو الا انك انت عملت الفروق دي هتلاقي فيه ازمه
هتبقى موجوده في السنوات الايه الجديده يعني الازمه الموجوده الجديدة. دي يا فندم الازمه إيه؟ الموجوده دي اللي هتبقى في فجوه حقيقيه هي موجوده دلوقتي حاليا. طيب يعني طبعا انا اقول لك بكل صراحه بس عشان الناس فاهمه موضوع ان في 5800 مليون موظف ان ده رقم صعب. لا ده مش رقم صعب ولا كبير على فكره بالمناسبه عشان الناس مفكره ان الرقم ده كبير. وانا قلت الكلام ده في لجنه القوى العامله وقلته للمستشار محمد جميل ومحدش قدر يرد فيه. اولا جهاز الشرطه تمام محسوب من ضمن الرقم ده ماشي تمام. هتكلم عن التعليم وفي مليون وحوالي 280 الف وهذا رقم في عجز فيه كمان في المدارس بتاعت التعليم عندها عجز عندها عجز عنده مليون و200 ومش عارف وكام وجهاز الشرطه حوالي 800 وحاجه تمام. بتتكلم على وحدات الاداره المحليه بتخش حوالي 700 او 800 وحاجه وعندهم عجز دلوقتي وعندهم عجز عشان بس نبقى انا واضح. فاذا الجهاز مش متكدس ولا حاجه ولكن ان في بعض الاماكن تمام ولذلك انا حاجه سميت حاجه يمكن كنت اقترحت حاجه اسمها التدوير الوظيفي. بمعنى التدوير الوظيفي لو في اماكن موجوده في فيها تكدس انقل الوظيفه الاخرى. ده اللي انا قلته في بدايه حلقتي يا سياده النائب. ده اللي انا قلته في بدايه الحلقه. انا ممكن اعمل تدوير للموظف انقله من وزاره عندها تخمه في الموظفين لوزاره ما فيهاش ثانيه بس بنفس مرتبه بالظبط لان خلاص قانون الخدمه المدنيه عالج الامر ان الوظيفه واحده في كل الدوله. تمام. فبالتالي اعمل تدوير وظيفي في اماكن فيها عدد كبير جدا متكدس وحتى داخل الاماكن الوزاره الواحده تلاقي في ادارات فيها تكدس وادارات فاضيه. هو مش ممكن يا سياده النائب بصفتك نائب الشعب بقى وبرضه موظف في الدوله وعضو لجنه القوى العامله يعني انت المسؤول عن كل موظفين مصر داخل المجلس. ما ينفعش ان انا عشان اسد العجز بند الاجور والمرتبات في الموازنه العامه للدوله ابص للمستشارين اللي بياخدوا مبالغ طائله واحد من عدد المستشارين على الاقل. بص يا فندم قانون الخدمه المدنيه الاخير لما طلع احنا هدينا منه بعدد كبير جدا. خلي بالك ارجع بس للبتاع ولكن في الوزارات ذات نفسها مع الوزراء بيجي عدد مستشارين وعدد قليل مع اي وزير لان بيجيبوا ان يخدم في القانون ان هو محتاج خبرات في القصه دي تمام. ولكن عدد المستشارين او اعاده التعيين او العقود اللي هي موضوع ما بعد الطلوع على سن المعاش او ان هو العقود بمكافاه الشامله بعد الطلوع على سن المعاش ده خلاص انتهى. ولذلك هتلاقي ان حصل في السنتين اللي فاتوا بعد قانون الخدمه المدنيه عدد كبير جدا طلع في الدوله وما بقاش في حد تعيينات خالص موجوده. عشان كده لما كلمتك ان يجب التدوير الوظيفي وان انا السلم ما يبقاش بعد سلمتين زي ما احنا قلنا لان لازم تعمل سلم وظيفي من تحت. لازم تدخل كوادر جديده شبابيه يطلع على اساس انك انت ما تعملش الفوق اللي موجود هتعمل ازمه كبيره جدا بعد كده هو في السنين الخبرات وانك انت ما حدش يعرف يعلم حد بعد كده هو في الوظيفه. الوظيفه يعني ده بعد يعني الواحد يعني شافه في الوظيفه وقتها مش بالمؤهل ولكن بالتعليم في قلب الوظيفه. يعني انت في الاخر امتى يا فندم اللي انت داخل فيه مجرد خبرات بتكسبها من مؤهل فقط ولكن بيعيدك في الوظيفه لاشياء اخرى هي مش موجوده اصلا اما تعلمتها. سياده النائب امتى هنختار في مصر داخل ادارات الحكم المحلي بالاخص ان انا اختار مدير على او رؤساء الاقسام على اساس الكفاءه مش الثقه مش اهل الثقه. مش كل مدير يبقى له حق اختيار اللي تحتيه جاب اصحابه وحطهم تحتيه والكفاءة أنا قتلتها حتى لو الكفاءة مش شباب. إمتى هيبقى لهم دور؟ الدور ده يتعمل فقط لما أنا أجي أعمل في الترقيات اللي هي العليا اللي أنا بسميها الترقيات العليا اللي هي بسموها ترقيات بالاختيار. أنا مش عاوزها بالاختيار فقط لا غير ولكن أنا عاوزها بعد أداء امتحان لا أنا بتكلم برضو على الإدارات اللي تحت يا فندم. يعني مدير إدارة ولا مش إدارة عليا؟ بداية من مدير الإدارة العليا ومدير عام. المدير الاداره ما بيجي بيجيب رؤساء الاقسام بتوعه او يجيب اتنين تلاته معاه كده ممكن يكونوا ما ينفعوش اصلا وجابهم معاه. امتى اقدر اقول للمدير ده لا اسف يا فندم انت عندك فلان اكفأ من فلان؟ بدات يا فندم في قانون الخدمه المدنيه بالفعل بامانه شديده بان هي بالدرجات من فوق اللي هي مدير اداره فيما فوق بالاختيار تمام وليس بالادميه تمام. انا طلبت من وزير التنميه المحليه في هذا التوقيت ان تتعمل امتحانات تمام يبقى هنا الكفاءه ليها شهود. المهم يا سياده حضرتك بتطلب يا سياده النائب المهم الحكومه تاخد بكلامك.
يعني بص احنا برضو يعني لسه ده تنفيذيه فتره بتاع قانون الخدمه المدنيه ما فيهاش وقت قصير تمام. احنا لما قريناها لان ما اقدرش احط ده في قانون زي ما انت عارف القانون بيعمل ضوابط فقط حاكمه ولكن اللائحه التنفيذيه هي بتوفر كل حاجه. اخر سؤال يا فندم اخر سؤال القطاع الخاص ومشاكل القطاع الخاص كلنا عارفينها. حضرتك اكيد نائب دايره من الدوائر عندك معظم الشباب اللي عندك شغالين في القطاع الخاص. مره واحده يبقى الواد كويس وشاطر وشغال في شغله دخل رئيس الشركه او صاحب الشركه او رئيسه شكله مش عاجبه قال له انت مفصول امتى؟ موظف القطاع الخاص انتصر عن قريب يا فندم انتصر عن قريب في خلال شهر تقريبا احنا انتهينا من قانون العمل. أيوة. وهو قانون العمل المخاص بالقطاع الخاص. أيوة. تمام. وقانون التنظيمات النقابيه لان هم متوازيين مع بعض. تمام. قانون العمل وقانون التنظيمات النقابيه وضعت حوكمه حوالين موضوع الفصل التعسفي في القطاع الخاص. تمام. واجباره على التامين واجباره على التامين اللي هي المعاشات يعني والتامين الصحي. تمام. وان هو يكون مقيد. احنا حاطين بعض البنود في هذا القانون. هتبقى القانون خلاص خلص من لجنه وهينزل الجلسه العامه قريب جدا وهيبقى قانون. انا شايف ان هو قانون العمل الجديد دوا لان عملنا عليه شغل والله لو خرج من القانون ده يا فندم يبقى انتوا عملتوا عمل يرضي ربنا لان الموظفين القطاع الخاص حتى لما كتبنا على صفحه البرنامج كلهم بالبلدي كده بيلطمهم جميع القطاع الخاص. يمكن انا كنت سافرت بره في مصر يعني احدى المرات عشان ادرس بعض قوانين العمل وقوانين المنظمات النقابيه لان هما الاثنين لا يتجزأوا من بعض بالمناسبه. تمام. قانون التنظيمات النقابيه العماليه وقانون العمل هما اللي يتجزأوا عن بعض ان هو محامي العمال والعامل في القطاع الخاص بالمناسبه. وانا لما شفت هذا الكلام بره ده بقى يعني الراسماليه حتى ما بتتكلم على الموضوع ده هو حمايه العامل بيرفع للراسماليه بينزلها فلما احميه تمام هاخد منه شغل بامن له حياته بعمل له استقرار في سوق العمل. سوق العمل في الاخر انا بقى بتاع لكن لما انا اعرف العمال على بطال وهو موضوع ان انا حسب اهواء الشخصيه او حسب بتاع لا قانون العمل الجديد قفل الموضوع ويمكن هيطلع قانون متوازن في سوق العمل ان شاء الله. سياده النائب حضرتك كنت موظف او ما زلت موظف ده هو التفرغ. طبعا انا ماشي موظف. يمكن انت شغال في جهه سياديه او جهه رقابيه مرتبكوا يعني معقوله مش كده ولا ايه؟ الموظف المصري او المواطن المصري النهارده في ظل الغلاء اللي موجود فيه وسوء الاحوال الاقتصاديه اللي موجوده في مصر يقدر يعيش بمرتب كام؟ انا كلمت في الموضوع ده وقلت ان لا يقل عن 3000 جنيه. يعني انت لازم بتقول ان الحد الادنى للمواطن انه يعيش 3000 جنيه. طب انا هرجع وهو اكثر من كده انا هرجع لحكم المحكمه واني مطالبه بموضوع الحد الادنى 1200 جنيه دوت. اقول لك انا اتعمل سنه كام وان احنا كان والدي نائب قبل كده هو وكان من الناس النقابيين العماليين وكان من ضمن الناس اللي دخلت في قضيه الحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور لما اتعمل واتحكم بالمحكمه سنه 2004 2003 2004 قال لك 1200 جنيه على 1200 جنيه يقدر يعيش في الوقت ده على اساس ايه يا فندم برضه؟ تمام؟ هو على اساس ان خط الفقر في العالم بيقول ان للفرد في الاسره 2 دولار في اليوم خط الفقر. تمام؟ يبقى 8 دولار كان موازي ليها الدولار ساعتها وصل ل 1200 جنيه اللي هو المفروض 8 دولار في 30 في الشهر يبقى حوالي كان ب 6 جنيه ساعتها الدولار يا فندم. ايوه بالظبط فاهم معاك 8 في 3 240 دولار في الشهر ده خط الفقر في العالم للاسره فبالتالي اتحكم بالعيال فانت دلوقتي الدولار بكام حضرتك؟ هو المفروض اكتر من كده فعشان كده ما انت بتكلمني ثلاث اضعاف يا فندم في ظل هذا التضخم اللي موجود ومواجهه اعباء الحياه لا يقل عن 3000 جنيه لان انت لما بتيجي تتكلم ما حد يقول لك اصل مش عارف طب هقول له انا طب انا دلوقتي بقيت اشتري السلعه بالمصاريف زي العالم بالظبط سياده النائب مدعمه بالنسبه لي او كذا سياده النائب الاجر العالمي سياده النائب موظف الدوله سياده النائب الموظف أيوة الموظف في الدوله هيقدر يعبر عن كل الموظفين. حضرتك احد الموظفين
اللي موجودين في الدولة هتقدر داخل المجلس توصل صوت الموظفين في القطاع العام وان شاء الله والقطاع الحكومي والمعاشات كمان. والمعاشات كمان المعاشات انا كنت هتكلم معاك فيها بس عشان وقت البرنامج. ويمكن احد انت دخلت القانون في العلاوة الخاصة بالمعاشات مرتين ورفعتها، ويمكن كان في جدل بيني وما بين وزير المالية عمرو الجرحي في هذا الامر، وقدرت الحمد لله اكسب المعركة دي ان ارفع يا فندم المعاشات دي فلوسهم. ايه؟ المعاشات ده فلوسهم. فلوسهم طبعا. ده فلوسهم هم. انت بتمن عليا بفلوسي ده فلوسهم. فلوسهم ده طبعا. ده بالطبع. سيادة النائب احنا بنشكر حضرتك وان شاء الله توصل صوت الناس. صوت الموظفين في الحكم الموظفين في الحكومة والموظفين في القطاع الخاص. تعالوا بقى نكمل حلقتنا. تخش بقى إدارة الحكم المحلي، أي واحد في الدنيا عاوز يشتغل في مكان كويس. تخش المكان تلاقي المكاتب متكسرة والكراسي متكسرة ومفيش مروحة، ولو الحر جه مفيش أي حاجة، والموظفين قاعدة بتموت أصلا من الحر، وتقول له اشتغل، هيشتغل إزاي؟ أنت أصلا مش مهيئ له الجو المناسب عشان يشتغل. هتلاقيه طالع جاري بره ومش قادر يشتغل. دي الحقيقه. لازم اهيئ الجو للموظف عشان يقدر يشتغل. ما قدرتش اهيئ له الجو امشي. مش كل واحد قاعد على كرسي مثبت فيه وفاكر نفسه ان هو السلطان. ما عادش ينفع الكلام ده. ما عادش ينفع الكلام ده. احنا شغلتنا نقول الحق، نوصل صوت الناس كلها. النهارده بنوصل صوت الموظفين، ويا رب اكون كده انا اكون موصل صوتك وصوتك وصوتكم كلكم. ولسه هتكلم عن اوائل الخريجين اللي ما تعينوش من سنه 2011 ولا من سنه 2000 وكام، ما تعينوش. يعني اصلا الجهاز الاداري الدوله اصابه الشيخوخه. بص على اي موظف الدرجات الثالثه في القطاع المؤهلات العليا هتلاقي ما فيش خلاص، هتلاقي كل الموظفين اللي كانوا صغيرين بقوا ثانيه. الثالثه دي هتلاقي عجمت اصلا في المؤهل العالي. لازم اطعم الجهاز الاداري الدوله ببعض الموظفين الشباب اللي يقدروا يبدوا البلد، اللي يقدروا يعمروا البلد. والله انا عندي اقتراح حلو لو ياخدوا بيه الحكومه، ان انا ابدا اخرج الناس بقى على 45 سنه. بس 45 سنه ما بقولوش روح انت كده خلاص خرجت معاش وهو هتاخد مرتبك على 45 سنه، لا. اخرجه على 45 سنه وادي له معاشه على انه قاعد 60 سنه. والمعاش يتعدل. مش واحد كان بياخد 10,000 جنيه ياخد معاش 1000 جنيه، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ما كل واحد كان بياخد 5-6,000 جنيه ياخد له 800 جنيه هيعيش ازاي؟ يا جماعه الناس المعاشات دي اللي بيخرج منهم معاش بيكون عنده ضغط وسكر وعاوز علاج ومفيش تامين صحي ومفيش حاجه، ولو راح التامين الصحي مفيش علاج ومفيش دكاتره ومفيش حاجه، بلاش نضحك على نفسنا. بلاش نزود الفجوه بين الشعب والحكومه. ودي شغلة مجلس النواب لازم يتدخل. يا فندم انت يا سيادة النائب انت بتنقل صوت الناس، مش قادر تنقل صوت الناس قول يا جماعة انا ما اقدرش وقدم استقالتك. انما متمسك بالكرسي يا فندم يبقى انت عليك واجب لازم تأديه. ما قدمتش اللي عليك يا فندم يبقى هنقول لك شكرا. شكرا. الشعب في ايده ايه يملكه؟ هيملك ايه غير ان يقول لكل واحد مسؤول متقاعس عن اداء المهام الموكلة اليه غير شكر؟ هيعمل ايه يعني؟ اتكلمنا عن ترهل الجهاز الاداري الدولة. خلاص الجهاز الاداري الدولة اصابه الشيخوخة، شيخوخة وشيخوخة كبيرة كمان. خلاص الشباب مفيش. الشباب دلوقتي يا فندم قاعدين على القهاوي. وروح اشتغل في القطاع الخاص اللي لسه هنتكلم عليه بعد شوية، القطاع الخاص اللي بيمضي على استقالة قبل ما يشتغل. اتكلمنا عن تدوير العمالة وفي زيادة في بعض الوزارات نوديها وزارة تانية. سهلة. سهلة جدا. لو المرتبات بقت واحد، الشباب والرياضة زي الكهرباء والبترول والحكم المحلي كله بقى واحد، مش هيفرق مع الموظف. مش هيفرق مع الموظف خالص انه يشتغل هنا او هنا او هنا او هنا. تنقله من الوزارة دي للوزارة دي مش هيقول لا. هيقول لا امتى؟ لو مرتبه قل. الناس غلابة. الناس تعبانة. والله الناس ما لاقية تاكل. والله والله ثلاثة الناس ما لاقية تاكل. احنا بندور على العدل. بجد بندور على العدل. العدل بين الناس كلها. العدل بين وزير وغفير، بين رئيس وزراء وبين موظف. بين كل الناس. هو انت عندك بيت وعيال وهو ما عندوش بيت وعيال؟
دي الحقيقه. بلاش ندفن راسنا في الرمل كل شويه ونقول لا احنا كده كويسين. لا يا فندم احنا مش كويسين. لا يا فندم احنا صابرين عشان بنحب البلد، صابرين عشان شايفين القيادة السياسية تقدر تحرك البلد، صابرين عشان كده بس، صابرين عشان طراب البلد دي، صابرين عشان الشهداء اللي بتموت في كل مكان وهم بيدافعوا عن الارض دي، صابرين. انما هل احنا راضيين؟ بلاش احنا، لا بيزعلوا مني قوي، انتوا راضيين بالله عليكم كده يلا قاعدين تتفرجوا علينا؟ انت يا عم الحاج راضي؟ انت يا حاج راضيه؟ انت راضي يا اخويا؟ انت يا اختي راضيه؟ يا ابني راضي؟ والله ما حد راضي، والله ما حد راضي، وكله تعبان وكله بيشتكي، بس كله صابر عشان مصر، صابر عشان احنا بنحارب، صابر عشان عندنا امل نقدر نعمل حاجه لبكره، عندنا امل نحل كل مشاكل الناس، عندنا امل ان احنا كل الناس اللي عندها مشاكل تتحل. طب معانا تليفون الصحفي هشام البطريق. استاذ هشام. استاذ وائل مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. انت فتحت ملف قوي جدا اللي هو ملف الرواتب، وملف يمكن هقول عليه ان هو مش هقول فساد عشان ما نكبرش الموضوع، لكن فعلا في فجوه كبيره بين الموظفين داخل مصر، بين موظفين القطاع الخاص بالاخص زي ما حضرتك قلت وشرحت، ان في عمال بتيجي على صاحب المال وصاحب المال بيجي على عمال، يعني الاثنين مشتركين عمل مشترك، لان مفيش قانون بينظم بينهم الشغل بتاعهم. شويه ان خلال شهر قانون العمل هيكون خلص وهيحمي الموظف او الموظف القطاع الخاص. احنا بنتمنى فعلا، لان انت فتحت ملف. انا عارف انك صاحب شاطر، انا عارف انك صاحب شاطر، بس عاوز اقول لك على حاجه. الموضوع ان العمال بتيجي على صاحب المال او رجل الاعمال، لا، عارف ليه يا هشام؟ العامل هو الجاني، هو الضعيف. صاحب المال دايما عافي يا هشام. يمكن انا بتابعك على صفحتك دايما، صفحه الفيسبوك بتاعتك وصفحه المواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكتب فيها، او حتى في جورنالك اللي بتكتب فيه، دايما بتتكلم على الغلبان، بتتكلم على الفقير. لا، الغلبان هنا والضعيف هنا هو موظف القطاع الخاص وليس رجل الاعمال. على فكره رجل الاعمال لو البنزين غلي ولا الجاز غلي ولا اي ماده داخله في المنتج بتاعه غليت، تكاليف النقل غليت، بيحطها على الزبون يا شيخ، مش دي حقيقه؟ طبعا 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 طبعا. انما الموظف هو اللي محتاج نظره مش رجل الاعمال. يبقى الدوله في زوال، الدوله تقف جنب الموظف فعلا وجنب ويعاد تخطيط مره ثانيه. سياده النائب خالد شعبان عضو لجنه القوى العامله قال دلوقتي قدامنا قدام كل المشاهدين ان شاء الله خلال شهر هيصدر قانون العمل اللي بينظم العلاقه بين رجال الاعمال وموظفي القطاع الخاص. استاذ هشام بنشكر حضرتك يا فندم. ده اللي موجود. ما فيش حاجه اسمها موظف هيجي رجل الاعمال. رجل الاعمال يقدر يعمل له كل حاجه. يقدر يفصله، يقدر يجازيه، يكرهه في اسمه. هو ماشي. والله انا اعرف واحد صاحبنا مهندس زراعي كان شغال في احدى الشركات الكبيره العملاقه، وصاحبها رجل اعمال كبير جدا بجد يعني في مصر هنا. مهندس زراعي ده كان ماسك المزرعه هناك مش عارف فين، في منطقه، عشان لو قلت اسمها يتعرف في رجل الاعمال اصلا. بيقول له تعال اشهد، الامن بتاعه، تعال اشهد ضد واحد. قال لهم انا مش هشهد زور. طلعوه حرام، ودوه الاسم، ولا تستقيل دلوقتي تكتب استقالتك وتمشي، لا اما هنحبسك. والله ده حصل، وانا ممكن اسميه مع ان احنا نعرفه جيدا، هو اسمه اشرف وهو اشرف من اي حد. هو فعلا شريف على اسمه، ورفض حتى الشهاده الزور. كان جزاؤه انه بقى في الشارع وصاحب المال نسي انه عنده اولاد وبيت وعيال بياكلوا من وراه وعايشين من وراه، نسي الكلام ده خالص وقال له لا، طالما ما نفذتش كلامي تمشي. هو ده حل القطاع الخاص في مصر.
في عندنا عماله في الحكومه لسه مربوطه على الصناديق الخاصه. الولاد طول النهار بتوع محافظه الشرقيه، بتوع عمال النقل، المحاجر، الرصف، مش عارف الطرق، المخابز، كل العمال اللي على الصناديق الخاصه بمحافظه الشرقيه. على فكره الناس دي ما قبضتش بقى لها شهرين، وحاولنا نتواصل مع المحافظ مفيش فايده. يمكن احد الزملاء في احدى القنوات الثانيه اتكلم في نفس الموضوع برضه، في قناه ثانيه اتكلم في نفس الموضوع وقال لك المحافظ ما بيسالش عن الاعلام. هي دي الحقيقه. هو انا لازم اصور انجازات؟ مش لازم انقل المشكله للناس؟ الساده النواب، الساده النواب الشرقيه كلهم بلا استثناء، في عمال اسمهم عمال المحاجر والرصف والنقل ومش عارف الطرق والمخابز، العمال دي ما بتقبضش بقالها شهرين، الناس مش لاقيه تاكل، هياكلوا عيالهم منين؟ يا ريت تتواصلوا مع سياده المحافظ لو تقدروا تحلوا المشكله. ومحدش بقى يقول لنا ان هم قعدوا بتاع تنظيم الاداره وجواب راح لوزير الماليه قبضوا الناس مرتباتهم. اللي كان بياخد 5000 جنيه بقى بياخد 900 جنيه وما قبضهمش برضه. مش ده اللي حصل؟ يا ريت السادة النواب يستجيبوا النهارده ويحاولوا يحلوا مشكلة الناس دي، يتواصلوا مع الناس دي، يشوفوها اكلت ولا ما اكلتش، لبست ولا ما لبستش. الموظف دلوقتي داخلين على شتاء، مطلوب منه لبس مدرسة ولبس شتاء، ومطلوب منه مصاريف مدرسة وكتب ودروس خصوصية. الراجل هيروح يبيع نفسه ولا يبيع حتة من لحمه زي ما حصلت قبل كده واتكلمنا عليها؟ الناس بدأت تبيع لحمها يا حكومة. يا ريت كل مسؤول في الحكم المحلي مسؤول عن الناس يبدأ يتواصل مع الناس، مش هنشحتها منكم. السادة المحافظين، أنا قلت قبل كده مليون مرة، ما بتكلم على الحكومة بتكلم على المحافظين في محافظاتهم، والمسؤولين داخل الجهاز التنفيذي في المحافظة، عشان خاطر ربنا كل واحد فيكم هيتحاسب وهيتسأل. أقسم بالله بنقول لكم الكلام ده حب حب حب، ان ربنا يعني هنقف قدام رب واحد. على فكره كنت بقرا في كتاب امبارح وكنت المفروض اكتب بيه الحلقه اصلا. كنت بقرا قصه السيره النبويه لسيدنا الامام الشيخ الشعراوي. بيتكلم عن يوم المولد. انتفقت نيران كسرى والعالم كله اتهز، كل طواغيت الظلم اتهدت في اليوم ده. عشان نزل واحد جاي من عند الواحد الاحد العدل الصمد، دي سيدنا النبي عشان يحقق العدل والنور وينور الدنيا كلها. والله لو طبقنا القرآن علينا كلنا، والله لو طبقنا الاسلام علينا كلنا، كلنا بنقول احنا مسلمين، بس يا ترى احنا مسلمين في البطاقة بس ولا مسلمين بجد؟ لو حققنا الاسلام بجد والله لنسود العالم، والله لنسود العالم. الاسلام جه عمل حضاره اسلاميه، الاسلام جه قال الله اكبر في كل مآسي العالم، الاسلام جه ما تهنش مسيحي، الاسلام جه اتحقق العدل. العدل. العدل اللي كل الناس بتدور عليه. العدل اللي انا عمال هاتي وانادي واقول يا رب نحقق العدل. يا رب العدل من كل الناس. كنا بنتكلم على اخواتنا الضباط اللي شهدوا في الواحات وعن العساكر اللي اصيبوا ونقول يا رب يشفي المصاب ويا رب الجنه للي مات. جات لنا رساله دلوقتي واحنا لسه بنتكلم في البرنامج من واحد احد المحاميات بتتكلم عن ضابط شرطه بيحجز الناس بالعافيه في القسم. لا ما ينفعش، انا مش هسميه، انا هتواصل معاه بعد الحلقه نشوف الموضوع ده ايه. العدل يا ناس، العدل. كل محافظ والله العظيم انت رئيس جمهورية في محافظتك، انت اللي هتتسأل. نزلت المستشفى شفت الناس بتتعالج ازاي؟ اتأكدت ان في كل الادوية جوه المستشفى؟ اتأكدت ان في سرير لكل حد؟ اقسم بالله العظيم ان واحد اسمه الاستاذ عبد المنعم امبابي بالاسم اهو كلمني عشان ابن بنته ولا ابن ابنه، عشان حضانة مش لاقيين مكان في حضانة يحط الطفل فيها. اتوصلنا لحد مكتب وزير الوزاره وحطوه ويتنج ليست ولا ايه اللي حصل معرفش، وفي الاخر عشان ما فيش مكان الطفل مات. يا نوابنا شغلكم تتكلموا باسمنا،
الكلام باسم الراجل اللي قاعد ده، الكلام باسم الراجل بتاع المعاش اللي كان بياخد 5-6 آلاف جنيه وهو موظف دلوقتي بياخد 1000 جنيه. قولوا لي يعيش ازاي؟ قول لي يا سياده النائب انت وهو، لو انت موظف بالدوله كنت بتعيش بمرتبك ازاي؟ قول لي يا سياده النائب، لو ابنك شغال في القطاع الخاص هترضى يتهان ويتفصل ويتقال عليه حرامي ولا لا؟ قولهم اتكلمهم، انتوا شغلكم لساننا، انتوا اللي بتتكلموا بلسان الناس. حاولوا تحققوا العدل. الناس كلها طالبه كلمه واحده، العدل. حطوا تحتها 1000000 خط. الناس اللي بتاخد 60 و70 جنيه في التربيه والتعليم وينقلوهم دلوقتي، يعني حتى بينقلوهم مشرفة نشاط، كانت لسه امبارح النهارده كان معايا مشرفة نشاط، ينقلوها من مدرسه يودوها مدرسه تبع عزبه او بلد تبع البلد اللي هي فيها. انت بتاخدي كام يا بنتي؟ 60 جنيه. هو انت مدرسه؟ لا يا فندم. انت شغاله ايه؟ مشرفة نشاط. هيشغلوكي ايه؟ هيدوني جدول حصه، جدول او معلم فصل في الابتدائي، هتعلم ايه دي؟ هي مش مؤهله وبتاخد 60 جنيه ولا بياخد 60 جنيه، هيعيش بيهم ازاي؟ يشحت ولا يعمل ايه؟ قولوا لنا يعمل ايه؟ يا ريت كل الناس اللي بتقول لنا اربطوا بطنكم والمصحف رابطين بطننا وحاطين الحزام على وسطنا، بس والنبي انتوا اربطوا وسطكم واربطوا بطنكم. ولازم بقى رجال الاعمال كل يوم اقول لرجال الاعمال مدوا ايديكم للبلد، شايفين البلد تعبانه، الظروف الاقتصاديه بتاعتها تعبانه، وشايفين جيشنا بيحارب وشرطتنا بتحارب، مش لازم تكسب دلوقتي يا سيدي، او اكسب بالراحه، بلاش تمص دم الغلابه. وانا مصر ان لولا شباب مصر ما كانش في رجال اعمال في مصر. شباب مصر هم اللي بيشتغلوا ويعرقوا في المصانع، هو اللي انت بتكسب من وراهم يا فندم. خسارة فيهم يعيشوا حياة كريمة؟ خسارة فيهم ياخدوا حقهم؟ اللي بيشيلوا على كتفهم طول النهار الفلاحين والعمال. لازم النقابات تشتغل، نقابة الفلاحين تشتغل وتشوف الفلاح محتاج ايه، ويتعالج الفلاح على حساب الدولة. لازم يتعالج على حساب الدولة، ده هو اللي بيأكلنا. العامل اللي بيشيل بالقصع على كتفه ولا بيشيل طوب واسمنت وكل وعمال يبني ويعمر في كل مكان. العاصمة الإدارية الجديدة اللي بنتكلم عليها وبنبنيها بيها قدام العالم، مين اللي بناها؟ مين اللي بناها؟ اللي بناها مين؟ العمال. العمال اللي بيشيلوا بالقصع، البنا والمحار والنجار، النجار المسلح ونجار الباب والشباك والكهربائي، هم دول اللي بنوها. المهندس صمم ورسم، انما اللي بنى شباب مصر، اللي بنى اولاد مصر، ده اللي حصل، ده اللي بيحصل. انا اسف يمكن بيقولوا اهدى شويه، انما انا بيصعب عليا الغلبان، بيصعب عليا الفقير. معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه السلام عليكم. ايوه يا فندم. عبد اللطيف مع سيادتك يا باشمهندس. اتفضل يا عبد اللطيف. ربنا يخليك يا رب، معلش عاوز ساعة صدرك معايا بس انا اسف جدا. اتفضل يا فندم. انا سيادتك حصلت عندي دلوقتي 37 سنة، حصلت على الدبلوم صنايع دفعة 98 بعد ما خدت الدبلوم بفترة. 37 سنة؟ بعد ما خدت الدبلوم بفترة اصبت بضمور في العصب البصري فاصبحت الان كفيف. بتقاضى معاش يا استاذنا 413 جنيه. 413 جنيه لواحد ما عندوش ولا ارض ولا اي مصدر رزق خالص نهائيا سوى ال 413 جنيه. معاش تكافل وغرامه ده؟ نعم. معاش تكافل وغرامه ولا معاش ايه بالظبط ده؟ لا معاش شؤون. معاش شؤون اجتماعيه. انت متجوز؟ انا متجوز وعندي ولدين. وتاخد 414 جنيه؟ وبقبض 413 جنيه يا استاذنا وما بقضوش حاجه. انت منين اصلا؟ سيادتك
انت منين يا طارق لطيف؟ انا من دمنهور بحيره. من دمنهور بحيره؟ اه. ومع سيادتك ان انا بحط قطرات في الشهر، بحط قطرات لعيني لان عليا ميه زرقاء، لو بطلت القطرات ضغط عيني يوصل 60، وهو المفروض يبقى 14. استاذ عبد اللطيف في الشهر ب 230 جنيه. استاذ عبد اللطيف نعم، خليك معايا. قول لنا انت عايش ازاي؟ لا قول للحكومه وقول للنواب انت عايش ازاي؟ انا نقول ايه؟ ما انا لو قلت لا قول الحقيقه، قول زي ما انت عايش. انا عايش، ما مش عايش، انا ميت. ولادك بتاكل منين يا عبد اللطيف؟ نعم؟ بتاكلوا ازاي انت ومراتك وعيالك؟ اولا ربنا ما بينساش حد، بس باكل اكلي. انا اعمل ايه طيب؟ ما انا لو اتكلمت ما مش عارف، ممكن حد يكون بيسمع. انت عارف عادة الارياف، انا من قرية ريفية، من عدة ريفية يعني. ورحت جاب المحافظ محد استمعني، رحت لأعضاء مجلس الشعب السيد الفاضل اقسم بالله مرضاش يتكلم معايا انا، وبيتكلم مع واحد جاي ركب عربية مساكي وفخمت الدنيا فيه ومرضاش يسمع لي انا. انت من دائرة ايه؟ انت من دائرة ايه يا حاج عبد اللطيف؟ انا ما بدرسش، انا بعد ما خدت الدبلوم وحفظت قران وبخطب وبطلع المنابر بخطب، بس مش لاقي حد يسمعني. انا عاوز ناكل عيش يا بيه. انت حافظ القران الكريم؟ الحقيقه تقضيني انا وعيالي. حافظ القران الكريم؟ حافظ القران. القران ربنا في صدرك؟ اه الحمد لله. طب انا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. يكفيك فخرا انك من اهل الله. عارف مين اهل الله وخصته؟ الحمد لله. عارف مين اهل الله وخصته؟ نعم، حافظي كتاب الله عز وجل. اهل الله وخاصتهم اهل القران، اللي معاه ربنا عمره ربنا ما هيديمه. نعم. شكرا يا استاذ عبد اللطيف. ماشي. طب معلش انا اسف جدا، عاوز رقم تليفونك بس. هيتواصلوا ما تقفلوش الخط، وتواصلوا مع استاذ عبد اللطيف في الاعداد. استاذ احمد خلوا استاذ عبد اللطيف معاكم وانا اكلمه بعد الحلقه. يعني الحمد لله انه طلع حافظ كتاب الله عشان يبقى صابر على اللي هو فيه. 413 جنيه ولا 414؟ لو سمعتهاش كويس، هو قال 413 ولا 414، ده مش فارقه كتير يعني. يعيش ازاي وياكل ازاي ويشرب ازاي هو وعياله، ويجيب علاج ازاي؟ ايه رايكم؟ ده كلامنا ولا كلام الناس؟ اقسم بالله ما بنحاول ندخل واحد مداخله احنا متفقين معاه. ما بنكلمش حد الا اذا كان مسؤول. هنكلمك نعمل لك مداخله عشان عندنا مشاكل كذا. انما ان ادخل حد مداخله انا مكلمه او حد من الاعداد مكلمه قبلها، انا ما اقبلهاش في البرنامج ده ومش هقبلها. طول ما انا هنا مش هقبلها. الناس الغلابه، الناس الغلابه، الناس الغلابه. الموظفين فعلا دلوقتي غلابه. معانا اتصال تليفوني تاني. الو. الو. ايوه يا فندم. الو. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. احنا تبع عمر افندي يا ريس. نعم. تبع عمر افندي. عمر افندي شغال في عمر افندي؟ اتفضل. شغال في عمر افندي. اتفضل. وبعدين احنا بقالنا كتير يعني ما قاعدين، ما فيش شغل ولا حاجه كده، وعايزين نشتغل ويعني ومرتباتنا ضعيفه بس كده. عمر افندي. ماشي شكرا يا حاج. بقالنا 6 سنين. شكرا يا باشا. ماشي ماشي يا حاج. شكرا يا فندم. شكرا شكرا. برضه الناس كلها بتشتكي من المرتبات والمعاشات، القطاع الخاص، الحكومه، لازم النواب يتحركوا يلحقوا الناس دي قبل ما تاكل تراب الارض. كل واحد له في البلد دي حق. كل واحد له في البلد دي حق. كل واحد له في البلد دي حق، وعليه واجب، وعليه واجب، وعليه واجب 3 مرات اهو. عشان ما اقولش انت قلت له حق وما قلتش عليه، لا عليه واجب يا سيدي. بس اديله حقه يعيش. الراجل صاحب المعاش اللي ما عادش قادر يمشي، اللي خرب البلد لحد 60 سنة. يعني هو اصلا بيمشي دلوقتي بيتسند على عكاز او على ابنه او على حيطة. اتقل واحد فيهم بياخد معاش 1200 جنيه، 2000 جنيه يا سيدي. هيجيب بيهم علاج؟ هتقول عنده تأمين صحي، يبقى انت بتكذبوا علينا. تأمين صحي مفيش. مفيش تأمين صحي. التأمين الصحي اللي موجود برشامتين وسبرينا ومع السلامة. ده اللي أقدر أقوله. ده اللي أقدر أقوله كده. ده اللي أقدر أقوله إن الناس الغلابة، الناس تعبانة.
الساده النواب عشان خاطر ربنا زي ما سياده النائب خالد شعبان وعدنا اقفوا معاه جوه المجلس وتحاولوا تتكلموا باسم اصحاب المعاشات، لان دي فلوسهم 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 فلوسهم. الموظفين الحكومه بلاش بلاش اهل الثقه، خلينا في اهل الكفاءه، وخلي مرتبات الحكومه كلها واحد في كل الوزارات، وانقل من وزاره لوزاره. ما تقوليش عندك 5 مليون و700 الف عامل، وده مش كتير، ده رقم مش كبير. بصوا على الوزارات كلها فيها عجز، وخصوصا في عمال الخدمات، القطاع الخاص، الفصل التعسفي، لازم مجلس النواب يشوف له حل. العماله المؤقته او العماله الموسميه لازم تثبت، اللي هم عمال التربيه والتعليم، العمال اللي على الصناديق الخاصه في كل محافظات مصر وخصوصا محافظه الشرقيه لازم لهم حل. قبل ما انهي برنامجنا النهارده يا رب اكون قدرت اوصل صوت كل الناس. ماشي. وتاني احنا هنعمل برنامج جديد، ده فكره مننا كشباب في البرنامج، ان احنا نعمل برنامج لشباب مصر اللي عنده قدره، كل واحد في مكان يحاول يساعد الناس. فعشان كده احنا بنحاول نساعد الناس، كل واحد شايف في نفسه يقدر يبقى مذيع، يقدر يبقى معد، يقدر عنده فكره برنامج، يتفضل يكلمنا على الارقام. طلعها تاني يا احمد، يطلع يكلمنا على الارقام اللي هتبقى موجوده على الشاشه دي. يمكن في اتصالات كتير جات لنا والبرنامج شغال، هنتواصل معاها بعد البرنامج وهنكلمهم واحد واحد اللي كلمونا، عشان محدش يقلق بس ومحدش رد علينا. الارقام قدامكم على الشاشه اهي، تاني تحاولوا تتواصلوا معاها، وان شاء الله هنعمل حاجه لشباب مصر، وهنطلع هنا واحد مقدم برنامج، وهنطلع معد، وهنطلع واحد عنده فكرة برنامج. ان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا بشباب مصر، مصر هتبقى قد الدنيا لما يبقى فيه عدل في مصر. ساعتها هنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ان شاء الله هنستناكم الحلقة الجاية في برنامجكم مع الناس، ونكون جهزنا البرنامج الجديد اللي هو نجم المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.